بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله. لقد أرسل الحق تبارك وتعالى رسلا ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن هؤلاء الرسل والأنبياء سيدنا نوح عليه السلام. ونوح هو أبو البشرية الثاني بعد سيدنا آدم عليه السلام. هو ابن لامك، وينتهي نسبه إلى شيث ابن آدم عليهما السلام. إن نوحاً هو أطول الأنبياء عمراً، وقيل له أكبر الأنبياء وشيخ المرسلين. وما يهمنا الآن ماذا حدث بعد موت آدم عليه السلام؟ يا ويلتي، عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. سأقتلك يا هابيل. تقتلني؟ لماذا يا أخي قابيل؟ لأن الله تقبل قربانك ولم يتقبل مني. إن الله يتقبل من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. اقتله يا قابيل، سيتزوج بحبيبتك. اقتل. اقتل. اقتل.
اقتله يا قابيل، اقتله. يا لاما، ماذا تريد يا قابيل؟ سنستقر هنا حيث السهول، نعيش فيها رجالا ونساء. سمعا وطاعة يا قابيل، فكلنا معك. هلموا إلى حياتكم، كلوا واشربوا وارعوا أغنامكم. هيا فليتجه كل منكم إلى مكان وليقم بيته الذي يؤويه. لابد أن يكون لي ملك، فأنا ابن أبي البشرية كلها. لا أدري أين ذهب أخي شيث الذي يدعون أنه أكثر مني حكمة ورحمة.